بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الإعدادية كلية الهندسة جامعة الزقازيق، بإذن الله تعالى النهاردة هنتكلم عن قسم الهندسة المدنية، وهو أحد أقسام كلية الهندسة جامعة الزقازيق. هنتعرف في البداية على الأقسام الطلابية بالكلية، والمقصود بالقسم الطلابي هو القسم اللي بيتخصص فيه الطالب تخصص معين، ليس له علاقة بأعضاء هيئة التدريس اللي هم الدكاترة أو المعيدين. يعني ده قسم الطالب بعد ما بيخلص إعدادي بيقدم عليه أو بيكتمه في الرغبات بحيث إن هو يلتحق بهذا القسم. عندنا قسم الهندسة المدنية، قسم الهندسة المعمارية، قسم الهندسة الكهربية، قسم الهندسة الميكانيكية، قسم الهندسة الصناعية، وهندسة النظم. هذا بالإضافة إلى الأقسام اللي فيها التعليم المميز اللي موجودة في الكلية. قسم الهندسة المدنية، حضرتك بتدخل هندسة مدنية بتتخرج تحت اسم مهندس مدني حر. القسم بيلتحق بيه أو بيتخرج منه كل سنة حوالي من 500 ل 600 طالب. قسم الهندسة المدنية في جامعة الزقازيق قسم عام يمتاز بالدراسة الشمولية، مفيش فيه تخصص، يعني حضرتك بتطلع مهندس مدني. في كليات أخرى، في جامعات أخرى بيكون في تخصص مهندس تشييد، هندسة مياه، والعديد من التخصصات داخل الهندسة المدنية. لكن عندنا في كلية هندسة جامعة الزقازيق من مميزات القسم عندنا إن حضرتك بيكون عندك معلومات في مجال الهندسة المدنية بصفة عامة. القسم بيضم مجموعة متميزة من أعضاء التدريس والمعاونين. طبعا كل سنة بنحاول، أو كل فترة يعني، بنحاول إن احنا نطور نفسنا بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل، سواء من تدريب عملي أو برامج هندسية بندخلها في الكورسات بتاعتنا، بحيث حضرتك لما تتخرج تكون قادر تتعامل مع سوق العمل أو تلبي احتياجات سوق العمل بشكل كويس، طبعا قدر الإمكان أثناء الدراسة. لو جينا نعرف فرع الهندسة المدنية، هو أحد فروع الهندسة والمعني بدراسة تصميم وتحليل المنشآت المدنية المختلفة. إيه هي المنشآت المدنية اللي أنا بتكلم عليها؟ المباني السكنية اللي بيسكن فيها الأفراد، اللي إحنا بنسكن فيها يعني البيوت بتاعتنا والعمارات، في الجسور والأنفاق، مطارات والمواني، محطات وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه، السدود والمنشآت المائية. دورنا مش تصميم فقط، إحنا مش بنصمم، ولكن بننفذ ونشرف على التنفيذ بتاع المنشآت المذكورة لحين الانتهاء منها وتهيئها للاستخدام. طبعا كتير في ذهن الناس بيجي المهندس المدني مهندس مباني، لا، هو مش يعني مش بنسميها مباني بقى، منشآت مدنية وليس مباني فقط، زي ما حضراتكم شايفين في أنواع كثيرة من المنشآت زي ما احنا شايفين. لو استعرضنا صور أو بعض صور للمنشآت دي، المباني السكنية زي ما احنا طبعا كلنا عارفينها، في ناطحات سحاب، مباني متعددة الطوابق أو فيلات أو أي منشأ بيسكن فيه الناس. الجسور والأنفاق، جسور معناها كباري، طبعا في أنواع كتيرة جدا من الكباري، على سبيل المثال للحصر الكوبري اللي موجود عندنا هنا على الشمال، الكوبري ده اسمه كوبري ملجم، يكون عبارة عن ده الدك اللي بيتحرك عليه المركبات سواء كانت عربيات أو خلافه. دي حاجة اسمها تاور أو بايلون، وبيتعلق بيه كابلات بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بيغطي مسافات كبيرة جدا. ده طبعا كوبري آخر، نظام مكون من أرش والدك موجود هنا، هنا ده الأرش تحت الدك مش فوق الدك. طبعا كلها تراكيب هندسية مختلفة باستخدام العناصر الهندسية أو العناصر الإنشائية، وده هنوضحه إن شاء الله بالتفصيل في خلال المحاضرة. طب دي الأنفاق، والأنفاق طبعا عبارة عن منشأ بيعدي من تحت الأرض أو من تحت المية، منشأ مغلق بنسميه closed frame، وظيفته إن هو يعديني من تحت حمل معين، الحمل ده اللي هو زي الأرض أو زي المية. المطارات والمواني، المطارات بتمتاز بالمسافات الواسعة جدا، يعني حضرتك بتدخل المطار ما تلاقيش فيه أعمدة في النص ولا أي حاجة، سبانز كبيرة، سبان دي يعني بحر أو مسافة أو مدى، سبان كبير وأشكال جمالية رائعة. يعني لما تتفرج على المطارات دايما تلاقي فيها تحديات جميلة وأشكال كويسة جدا.
زي ما حضرتك شايف الاسبان واسع قوي، المسافه دي كلها كلير فاضيه خالص. هنا الاشكال اللي شايفينها في السقف بتاع المطار او في الروف بتاع المطار زي ما احنا شايفين. فطبعا من المنشآت اللذيذه لما تيجي تصممها او تنفذها المواني، من المنشآت اللي بتحمل احمال كبيره جدا زي ما احنا شايفين المراكب هنا او السفن بتشيل حاويات، والحاويات دي اطنان كتيره جدا، الاف الاطنان زي ما حضرتك شايف كده. دي أوناش، الأوناش دي بتيجي تحمل الحاجات دي الحاويات، الأوزان تقيلة جدا جدا، لازم أنا أكون أنا الميناء ده أو هنا زي ما احنا شايفين قادر يشيل الأحمال دي. وطبعا تحتيه مية، ويبقى مرتكز على تربة تحت، مش هنقول تربة ضعيفة لأنه هو بيمتد للتربة القوية، بنعمل حاجة اسمها أساسات عميقة بايلز، دي بتوصل للتربة القوية علشان نقدر نحمل بيها الميناء. فطبعا برضو من المنشآت اللي فيها تحدي في الإنشاء لذيذ يعني. طيب محطات وشبكات المياه، محطة المياه زي محطة المياه اللي قدامنا قدام جامعة الزقازيق على طول، دي في محطة المياه لو حضرتك دخلت هتلاقي فيها الأحواض اللي هي دي طبعا المياه علشان نشربها بناخدها من البحر اللي جنبنا، أو ترعة مقيس لازم ناخدها وننقيها وتمررها بعمليات كتيرة أو مراحل كتيرة جدا عشان تطلع صالحة للشرب أو للاستخدام. في أنظمة الري المختلفة، طبعا الري البدائي هو إن أنا أغمر الزرع أو الأرض، اسمه الري بالغمر، ده طبعا ري بدائي بينتج عنه فواقد كتيرة جدا جدا من المية، سواء بالتسريب في طبقات التربة أو بالبخر اللي بيحصل عشان الشمس. فطبعا لازم نطور الدنيا ونلجأ للعلم الحديث إن إحنا نستخدم أنظمة حديثة زي اللي إحنا شايفينه هنا، ده اسمه ري بالرش. المياه بتمشي في مواسير وبعد تطلع من رشاشات على الزرع في أماكن معينة، فطبعا بتقلل الفقد اللي بيحصل. هنا الري اسمه ري بالتنقيط، بيكون عبارة عن خراطيم ماشية وبتنقط على جذور الزرع أو على أماكن الزرع، الهدف منها نشر مساحة كبيرة بمياه أقل وتقليل الفاقد. طبعا دي نفس الكلام محطات المياه أو معالجة المياه بتاعة الصرف. السدود والمنشآت المائية زي ما حضراتكم شايفين، ده سد شايل حمل مياه رهيب، ضغط جانبي من هنا حاجة يعني رهيبة من المياه. نفس الكلام هنا ضغط قوي جدا زي ما احنا شايفين. في نوع هنا من المنشآت اسمه سايفون، بغض النظر مش هندخل عن مسميات المنشآت، ولكن أي منشأ هيستخدم أو هيتعامل مع المياه هنسميه منشآت مائية. طبعا احمال المياه من الاحمال المخيفه جدا او اللي محتاجه التعامل بعنايه، لان المياه فيها ضغط كبير، حركه المياه مزعجه، حركه ديناميكيه بتاثر على المنشات، في حاجات اسمها نحر وفي حاجات كتيره جدا لازم ناخدها في الاعتبار واحنا بنصمم المنشات المائيه. هننتقل دلوقتي للكلام عن قسم الهندسه الانشائيه. قسم الهندسه الانشائيه هو احد الاقسام العلميه بالكليه. من شوية قلنا إن في حاجة اسمها قسم طلابي، قسم الطلابي زي ما قلنا حضرتك بتقدم رغباتك عشان تدخل مدني أو عمارة أو ميكانيكا أو كهرباء أو هندسة صناعية أو أقسام التعليم المميز. لكن في قسم اسمه قسم علمي اللي بينتمي لعضو هيئة التدريس، الدكتور أو المعيد أو المدرس المساعد بينتمي لقسم اسمه قسم علمي. القسم العلمي بيدرس في الأقسام الطلابية، يعني دكتور هندسة إنشائية ممكن يدرس في قسم مدني، ممكن يدرس في قسم عمارة، ممكن يدرس في قسم ميكانيكا أو كهرباء، ولكن تركيز العلوم الإنشائية أو قسم الهندسة الإنشائية موجود في قسم مدني، فهو أحد الأقسام العلمية والذي يرتكز على عمله بقسم الهندسة المدنية. طيب جواه بقى مجموعة من العلوم، بالنسبة للناس إن شاء الله راح تدخل المدني فهتاخد كل الحاجات اللي جاية دي، العلوم الرئيسية ينبثق من العلوم دي مجموعة من المواد. ايه العلوم بتاعتنا بقى؟ تحليل وميكانيكا الانشاءات، المنشآت المعدنية، طبعا ده هيتعامل مع اي منشأ معدني يعني متكون من ستيل حديد، الخرسانة المسلحة، ميكانيكا التربة والاساسات او الجيوتقنية. تحليل وميكانيكا الانشاءات ده العلم اللي بيهتم بدراسة تأثير الأحمال بمختلف أنواعها على العناصر الإنشائية المختلفة. هنقول يعني إيه دلوقتي؟
عنصر إنشائي، ويعني إيه حمض بالتفصيل الممل. ده إيه مكتوب إيه؟ مما يمكن المهندس المصمم من اختيار القطاعات المناسبة لكل عنصر إنشائي وتحديد الإجهادات الواقعة عليه. بمعنى حضرتك عايز تصمم مبنى 10 أدوار وعايز تصمم مبنى دورين، منطقة جدا الأعمدة بتاعة المبنى ال10 أدوار هتكون أضخم من الأعمدة بتاعة المبنى الدورين، لأن المبنى ال10 أدوار هيشيل أحمال أوزان أكتر من المبنى الدورين. فالمهندس الإنشائي لما بيجي يصمم بيرتكز على علم تحليل وميكانيكا الإنشاءات في استخراج القطاعات أو التحليل الإنشائي للعناصر الإنشائية اللي موجودة في المبنى بتاعه. إيه هي بقى العناصر الإنشائية دي؟ هي العناصر التي يكون لها وظيفة في نقل الأحمال إلى تربة التأسيس. أي حاجة في الدنيا مرتكزة على الأرض، أي مبنى موجود سواء كان مبنى سكني، مبنى إداري، مدرسة، مستشفى، جسر، نفق، أي حاجة في الدنيا بتنقل حملها على التربة على الأرض. علشان الحمل يوصل للأرض من خلال بقى الطبقات المختلفة للمنشأ أو العناصر المختلفة للمنشأ، فهو بيمر بدورة معينة أو في مسار معين على عناصر اسمها عناصر إنشائية. زي إيه؟ زي الأسقف والكمرات والأعمدة. الصورة اللي جاية إن شاء الله هتوضح معانا الكلام ده. حضرتك بصيت هنا، ده دور في أحد المباني مفيش فيه حوائط خالص زي ما حضرتك شايف، مفرغ، وده مشهد بنشوفه كتير جدا 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 واحنا في الشوارع. المبنى ده متكون من ايه بقى العناصر بتاعته؟ هنا في سقف بنسميه بلاطة السقف. اسم السقف عندنا في الهندسة المدنية أو الهندسة الإنشائية بلاطة السقف. دي كاميرا، كاميرا، وده العمود اللي كلنا عارفينه. ال3 عناصر دول هم عناصر إنشائية. ليه بتقول عناصر إنشائية؟ تخيل بقى إن في حد موجود فوق السقف ده، حد أو فرش أو رمل أو أسمنت أو أي حاجة، أي حمل، أي وزن موجود فوق السقف ده. الحمل ده مين اللي هيشيله؟ السقف، بلاطة السقف هتشيل الحمل ده، هتمنعه من إن هو ينزل أو يقع. تمام، يبقى طالما شايل حمل يبقى عنصر إنشائي. طيب السقف ده علشان ما يقعش تحت فمتشال الكاميرات دي، الكاميرات دي كلها هي اللي شايلة بلاطة السقف دي، يبقى الكاميرا عنصر إنشائي. الكاميرا بدورها بعد كده هتاخد الحمل توديه للعمود، يبقى العمود عنصر إنشائي. في تحت العمود بقى في الآخر خالص تحت الأرض في هنا قاعدة أو لبشة أو whatever، يعني في حاجة هنا بتشيل العمود ده وتنقل الحمل لحد تربة التأسيس اللي تحت اللي احنا مأسسين عليها المبنى. يبقى العناصر اللي قدامنا دي اسمها عناصر إنشائية. ليه؟ علشان لها وظيفة في نقل الأحمال اللي جاية إلى تربة التأسيس. طيب إيه هي الأحمال بقى؟ قوى أو أوزان بتؤثر على العناصر الإنشائية. زي إيه؟ طبعا على سبيل المثال للحصر تصنيف الأحمال، في تصنيفات كتيرة جدا جدا للأحمال، لكن هناخد بس حاجة مبسطة. أول نوع من الأحمال هو الديد لودز، الأحمال الميتة. والمقصود بالأحمال الميتة هنا هي وزن العنصر الإنشائي نفسه، وزن العنصر نفسه، ما ينفعش حضرتك تشيله أو تحطه أو تغير مكانه أو تغير قيمته، هو وزنه جاي من خلال الماتيريال بتاعته، كثافة في الحجم هيديني الوزن. يعني أنا دلوقتي عندي سقف أو كاميرا زي اللي فاتوا في المثال اللي فات، ما أقدرش أشيل وزن الكاميرا أوديه فين، يعني أحطه فين، ما هو وزن الكاميرا ده موجود. في بقى الأحمال الحية، اللايف لودز، لايف لودز، هل من اسمها احمال حيه يعني صحيه؟ لا مش شرط. طب ما حضرتك جايب لنا صوره بشر، بني ادمين، ده مثال يعني صارف للاحمال الحيه، ولكن الاحمال الحيه هي اللي انا ممكن اشيلها والمبنى ما يتاثرش. يعني لو رجعنا تاني للصوره اللي فاتت هنا، ممكن انا ابني حيطه في الحته دي واشيلها، ممكن يكون في باب محطوط هنا او شباك محطوط هنا او وات ايفر، يعني اي حاجه موجوده، فرش، بلاط، سيراميك، الكرسي اللي محطوط ده، اي حاجه محطوطه ينفع اشيلها والمبنى ده يدنه قائم تسمى احمال حيه. لكن ما اقدرش اشيل الكمر دي من مكانه، ما اقدرش اشيل العمود ده من مكانه، ولا بلاط السقف، فده بيتسمى حمل ميت، ديد لود، ثابت او موجود بوجود العنصر الانشائي، يبقى ده اسمه ديد لود. اما الحيطه، الحيطه ما الحيطه ما بتتحركش، ايوه بس اقدر اشيلها واقدر احطها واغير مكانها، ابني هنا، لا ما ابنيش هنا، براحتي، مش هيأثر على المبنى، المبنى مش هينهار،
وبدأ اسمه ايه؟ ديد لود، والتاني اسمه لايف لود. طبعا المثال للصرف لللايف لود الاحمال البني ادمين، احمال المركبات اللي بتتحرك على الكباري، احمال الميه اللي موجوده على السدود او في المنشآت المائيه، ممكن في وقت خزان مثلا ميه يكون مليان وفي وقت يكون فاضي، بالتالي الميه هنا بتعبر عن لايف لود. لكن وزن الخزان نفسه، وزن السد نفسه، وزن الكوبري نفسه، ده ديد لود. في ايه تاني من الاحمال؟ في حاجه اسمها الويند لود، حمل الرياح. طبعا ده حمل كبير جدا، الرياح في بعض المناطق او في بعض البلدان بتقتلع بيوت او منشآت كامله، يعني الحمل لا يستهان به ابدا. ضغط الرياح ضغط كبير جدا، احنا في الكود المصري بناخد تقريبا 60 كيلو جرام على المتر المسطح، يعني كل متر مسطح تقريبا بيشيل 60 كيلو. ده ما حضرتك تحسبه في المساحة الكاملة بتاعة واجهة المنشأة هتلاقي حمل كبير جدا، يؤثر طبعا على المنشآت، لازم ناخده في الاعتبار، وهو حمل جانبي. يعني في بعض التصنيفات الأخرى يسمى الويند لود لاترال لود، لاترال لود لأنه جاي من الجنب، وبيسمى اللايف لود أو الديد لود كفيرتيكال لود. فيرتيكال لود الويند لود بيأثر في اتجاه معين، بيضغط بيبقى اسمه بوزيتيف ويند لود. لما بيعدي المنشأ ممكن يعمل حاجة اسمها ساكشن. نيجاتيف ويند لود يعني بيشفط الجنب ده، ساكشن يعني شفط، فبيشفط الجنب ده، ممكن يبقى بيضغط من هنا ومن هنا. طبعا القوة دي محصلتها في الاتجاهات بتبقى قوة كبيرة، نتيجة إن أنا بضيف الحمل بتاع الضغط الكومبريشن ده مع حمل السكشن، فبيدي حمل كبير جدا يقتلع المنشأ من جذوره. في طبعا الإيرث كويكس أو الإيرث كويك لود، ودي يعني من الحاجات الخطيرة جدا اللي لازم تتاخد في الاعتبار، واللي تم إضافتها في الكود المصري من بعد زلزال 92. كنا قبل كده بنصمم بدون أخذ الإيرث كويكس أو الزلازل في الاعتبار، وبعد الزلزال 92 ابتدينا ناخد الزلازل في الاعتبار، وطورنا بعد كده الكود بتاعنا بشكل كبير جدا إن إحنا ناخد الزلازل بشكل أقوى، نظرا لخطورة أحمال الزلازل والتدمير الرهيب اللي بتسببه والخسائر في الأرواح وفي الممتلكات. طيب إيه الهدف الرئيسي من التحليل الإنشائي؟ يعني أنا ليه بعمل تحليل إنشائي لمنشأ؟ يعني إيه تحليل إنشائي؟ يعني بدرس القوى اللي بتأثر عليه، بدرس العناصر الإنشائية اللي فيه، أشوف إيه القوى اللي بتأثر وداخلة إزاي على العنصر الإنشائي، والعنصر الإنشائي إزاي بيتحملها أو إزاي هيتحملها، وبتنتقل إزاي في تربة التأسيس. لازم أكون متداخل جوه العنصر الإنشائي ليه أو جوه المبنى ليه. عندي 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول هو اختيار توزيع العناصر الإنشائية وقطاعاتها المناسبة للإجهادات الواقعة عليها للمنشآت التي سيتم إنشائها. يعني أنا عندي مبنى أو منشأ لسه هعمله، بالتالي أنا بجهز له التصميم بتاعه عن طريق إن أنا بعمل تحليل إنشائي. بمعنى أنا دلوقتي هعمل مبنى سكني أو مبنى إداري أو مدرسة أو whatever أي حاجة، فبختار الأماكن المناسبة للأعمدة، أنواع البلاطات اللي أنا هستخدمها، السقف نوعه إيه، الأساسات نوعها إيه، عن طريق إيه؟ عن طريق إن أنا عارف القوى اللي هتنزل على العناصر دي، فبالتالي هقدر أعرف قطاعاتها المناسبة قد إيه، مقاس القطاع. زي ما كنت ضربت المثال في منشأ أو مبنى 10 أدوار ومبنى دورين، ال10 أدوار هختار له أعمدة أكبر أو أضخم من المبنى الدورين. فأنا طالما عارف القوى اللي هتأثر على العناصر، فعارف الإجهادات اللي هتيجي على القطاعات، بالتالي هقدر أختار القطاع المناسب. تمام، فدي الحاجة الأولى من تحليل من أهداف التحليل الإنشائي، إن أنا أصمم مبنى جديد. وطبعا إحنا كمهندسين إنشائيين بنصمم المبنى تصميم كامل، يعني بنطلع لوحات لكل العناصر اللي موجودة في المبنى، العناصر الإنشائية طبعا اللي تهمنا، تفاصيل كاملة للأدوار المختلفة، أساسات، السلالم، الأسقف، لازم أطلع تفاصيل كاملة من الكلام ده. يعني لازم أكون كل عمود أقول هو مقاسه كام في كام، طول في عرض قد إيه بالنسبة للقطاع، وأقول إن حديد التسليح بتاعه قد إيه، متوزع إزاي، شكل الحديد طبعا وكمياته، تفاصيل الحديد هيتوصل ببعضه إزاي. كل ده من وظيفة أو من وظائف المهندس الإنشائي أو المهندس المصمم الإنشائي. طيب إيه الهدف التاني؟ ممكن يكون في منشأ قائم
المنشأ القائم ده ظهر فيه مشكلات، يعني لقيت حضرتك حاجة واجهات بتتكسر، حيطان بتشرخ، عناصر إنشائية بيظهر فيها شروخ في أماكن مختلفة. ساعتها يعملوا إيه؟ يجروا على الطبيب بتاع المنشآت. مين طبيب المنشآت؟ هو المهندس الإنشائي. يجروا عليه، إيه السبب؟ في إيه؟ إيه الحكاية؟ المنشأ ده ماله؟ شوف لنا إيه مشكلته وحدد العلاج. العلاج هنا في الحالة دي بيكون اسمه ترميم، بعمل ترميم للمنشأ. طبعا الأسباب بتتعدد بقى للشروخ، في أسباب كتيرة جدا، خطأ في التصميم، خطأ في التنفيذ، يعني ممكن المهندس الديزاينر اللي بيصمم نفسه أهمل حاجة أو نسي حاجة في التصميم أو في تفاصيل التسليح، فبالتالي هيحصل في الآخر ايرور، هيحصل فيلير، هيحصل مشكلة. ممكن خطأ في التنفيذ من حيث طريقة التنفيذ، يعني حطوا التسليح جايبه مظبوط وحطوه غلط، القطاع مظبوط وتنفذ غلط، أو الخامات المستخدمة فيها مشاكل، يعني الحديد اللي جاي فيه مشاكل مش مطابق للمواصفات، الخامات اللي مستخدمة في الخرسانة زي الأسمنت والرمل والسن فيها مشاكل، محصلش معالجة للخرسانة مثلا بشكل كويس، بشكل طبقا للكود، فحصل مشاكل. ممكن بعد ما المنشأ اتعمل حصل تسريب في الصرف الصحي على المنشأ، أو حصل حاجة في التربة اللي تحت المنشأ فحصل مشاكل في المبنى ده نتيجة استخدام خاطئ أو نتيجة مشاكل من جيران، من أرض، من أي حاجة. وطبعا دي كلها يعني، ودي أسباب كتيرة جدا، أو في أسباب كتيرة جدا للمشاكل اللي بتحصل في المنشآت. لازم أنا كمهندس أقدر أروح أشخص المشكلة دي وأعرف كمان أعالجها إزاي. في طبعا بعض المنشآت هتبقى خلاص فيلد، مش هينفع إنها تتعدل، بس في منشآت طبعا هيكون فيها مشاكل بسيطة أو مشاكل يعني قابلة للتعديل والترميم. ساعتها بنعمل ترميم لهذا المنشأ ويقدر يكمل رحلته في نقل الأحمال أو تحمل الأحمال. يبقى الخطوة الأولى أو الهدف الأول، لو أنا عندي منشأ مش موجود وأنا بعمله من الأول، بجهز لوحاته وبعمل شغله وبنفذه بعد كده. الهدف الثاني من التحليل الإنشائي، إن أنا لو عندي مشكلة أو انهيار في أحد العناصر القائمة أو المباني القائمة، أقدر إن أنا أشخص العيب ده وأعمل له ترميم أو معالجة. الهدف الثالث، ممكن يكون في عندي منشأ قائم والمنشأ سليم وكويس جدا جدا جدا، بس أنا عايز أغير وظيفته، يعني هو كان منشأ سكني وتحول إلى إداري أو تحول إلى مستشفى، فطبعا الأحمال هتختلف. طب مبنى كان قائم 4 أدوار وأنا عايز أخليه 6، وهو متصمم على إنه 4 مش متصمم على إنه 6، بالتالي هحتاج إن أنا أدعم العناصر بتاعته، يعني أقوي العناصر بتاعته. العمود اللي كان شايل 4 أدوار أخليه يشيل 6 أدوار، يبقى هحتاج إن أنا أقوي العمود ده بشكل أو بآخر أو بطريقة معينة علشان أقدر أخليه يتحمل الأحمال دي. يبقى في 3 حاجات رئيسية هي الأهداف الرئيسية اللي أنا بأبغيها من التحليل الإنشائي. الهدف الأول لو أنا هعمل منشأ جديد، الهدف التاني منشأ قائم وظهر فيه مشاكل، ساعتها أشخص سبب المشاكل وأعمل ترميم. الهدف التالت هو تدعيم عنصر إنشائي أو مبنى معين. يبقى في فرق كبير بين الترميم والتدعيم، دي حاجة ودي حاجة. أتمنى يكون المحاضرة دمها خفيف، وإن شاء الله الناس اللي هتشرفنا في قسم مدني يساعدوا بالدراسة بإذن الله في قسم مدني، والتوفيق طبعا للجميع، أي حد يدخل مدني أو مش هيدخل مدني. كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم.